محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأنظره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله ربي لا إله إلا الله وصدق الله مولانا العظيم قرات عيوني إذ رأيته ضياء مريما قلبي بهم يم يطلع زماني مذهب غياب الكذيب مبين المذارب تضرب الذي كيدو
السماء خير من له ولأنبيه حقه إلهي ورحمه. ولا طب من غير الله سبحانه الواني. عليك بالإيمان